أخبار اليوم. مشاهدينا وحلقة جديدة من بوابة أخبار اليوم ووصفة جديدة من مطبخنا ومطبخ هناء العموري. النهاردة هنعمل رقاق، صينية رقاق مصري باللحمة المفرومة. عايزين نعملها النهاردة بطريقة سهلة إن شاء الله، علشان كتير مننا بيعملها بطريقة تقليدية. إحنا عايزين نغير شوية في الطريقة التقليدية، مش في الوصفة، في الطريقة نفسها. الرقاق احنا بنحب نعمله في صينية مفرودة، يعني صينية زي ديت كده بتبقى ألمنيوم ومفرودة ملهاش جناب، ده يفضل. لكن لو ما عندكيش انت بتحاولي طبعا تكسري في الرقاق وتظبطيه على قد الصينية. احنا عندنا مكوناتنا رقاق مستطيل او مدور على حسب الصينية اللي عندك، 6 قطع رقاق، بنحط 3 تحت و3 فوق. اللي يحب يزود يحط 4 او 5 تحت و5 فوق، مفيش مشكلة خالص. عندنا لحم مفروم متعصج بالبصل، طبعا العصاج معروف، بصل ولحمة مفرومة وملح وفلفل وياريت شوية قرفة. وعندنا شوربة مركزة جدا وحادقة جدا وفيها شوية قرفة. احنا مش هنسقسق الرقاق زي ما بعض الناس بيعملوه، بيسقسقوا الرقاق باللبن او بالشوربه جوه الصينيه، لا، احنا هنبل كل رقاقه لوحدها على صينيه زي ديت بشويه ميه تحت الحنفيه. يعني هتحطي الرقاقه كده وتفتحي الحنفيه وتنزلي بالميه عليها شمال ويمين كده، من تحت ومن قدام، تمام؟ وهتتملي دي مية، تقومي تصفي كل ده في الحوض، المية تصفيها بالطريقة ديت وتنزليها كده، وتاخدي الرقاقية اللي عملتيها دي وتبتدي تنزليها في الصينية زي ما احنا هنشوف دلوقتي الخطوة ديت، وبعدين هنحط لها شوربة بالفرشة. اول واحدة بنحطها من غير ما تتبل، اول واحده بنحطها من غير ما نبلها من تحت، ده لو عندك صينيه الومنيوم. لكن لو عندك صينيه تيفال يبقى بلي اول واحده بالميه وابتدي ادهنيها بالفرشه والشوربه. الشوربه عندنا اهي، ديت شوربه لحمه. اللي ما عندوش شوربه لحمه ومركزه يحط كوبايه ميه على النار ومكعب مرق ورشة قرفة وشوية زيت أو سمنة حسب ما انتي بتحبي تستعملي الزيت أو السمنة، وتبتدي تدهني ورقة الرقاق في الصينية بالشوربة دي. الشوربة دي زي ما قلنا حادقة، شوربة حادقة ومتظبطة، ما فيهاش فلفل أسود كتير لكن فيها قرفة، تمام. احنا ما بلناش الورقه ديت بالميه ليه الاول، علشان احنا هنحطها في صينيه الومنيوم. لكن لو عندك تيفال بليها وابتدي حط لها الشوربه دي. خلاص نقول بقى مقادير الرقاق ده اتبل تحت الحنفيه. بناخده وهو مبلول كده بسهوله، ننزله على الطبقه الاولانيه اللي احنا عملناها عشان ما يتكسرش. بنسحبه، بنمسكه كده بنسحبه على تحت، الزيادة بنشيلها، نقلب دي كده عشان يبقى شكلها كويس. خلاص دي اتبلت بالمية تحت الحنفية وسحبناها وحطيناها فوق ديت. هنبتدي نحط الشوربة بتاعتنا بالفرشة زي ما احنا شايفين كده، وبنكرر العملية دي بالظبط 3 رقاق. اللي عايز يحط 4 رقاق مفيش مشكلة، اللي بيحب الرقاق تخين او سميك.
الشوربه شايفين ازاي بتلمع من الزيت او من السمنه اللي بنحطها. بنحط كويس قوي قوي، لازم الرقاق يتسقي كويس قوي بالشوربه ديت المركزه. تمام، ادي الرقاق برضو اللي بليناه تحت الحنفيه، لو في متكسر مفيش مشكله، بنبتدي نرص المتكسر جنب بعضه بالشكل ده عشان نلم كل رقاق. لكن الطبقه اللي بتبقى على الوش بقى او الطبقه اللي تحت يفضل ان الرقاق يبقى سليم، القطعه سليمه نازله سليمه زي ما هي. ادي الطبقه الثالثه لو بتعدوا معايا كده، دي الطبقه الثالثه هنحط لها الشوربه برضو بتاعتها، الشوربه المركزه. نعيد تاني ونقول دي شوربه لحمه مركزه، نص كيلو لحمه، وسيبنا الشوربه بتاعتها تركزت جدا، وحطينا عليها قرفه وسمنه او زيت للي مش عايز سمنه. لو ما عندكيش شوربه لحمه بتحطي كوبايه ميه على النار مع مكعب مرق ورشه القرفه والزيت والسمنه بتاعتك. تمام، ادي دول ثلاث طبقات. نبتدي بقى نحط اللحمه المفرومه عليه. اللحمه المفرومه احنا عارفينها كلنا، ببصل ولحم مفروم ناعم. نبتدي نشوحهم على النار بملح وفلفل، ويفضل زي ما قلنا رشه قرفه. هنحط المفروم بتاعنا كده، نبتدي نفرده. حطينا كمية المفروم، انتي عايزة تحطي نص كيلو مفروم حطي، عايزة تحطي اقل حطي، بس هي تقريبا بتاخد 400 جرام مفروم. نبتدي ننزل بالصفوف التانية للرقاق او الرقات التانية. شايفين ازاي طرية علشان بليناها زي ما قلنا تحت الحنفية، وهي محطوطة على الصينية من غير ما نمسكها، من غير ما تتكسر بايدينا، اهي طرية خالص عاملة زي المناديل. بتفردي كده كل الحتت المتقطعة لو اللي اتكسرت منك في الأرضية. نبتدي نحط تاني الشوربة المركزة بتاعتنا، وبنعيد تاني انها مركزة. طيب الرقاق ده بعد ما نخلص الثلاث رقات ازاي بنسويه في الفرن؟ كتير مننا بينشف منه الرقاق في الفرن ويطلع ناشف جدا. طب ايه السبب؟ السبب ان ممكن يكون الفرن بتاعك درجة حرارته مش عالية. الرقاق بيحتاج درجة حرارة عالية قوي، يخش ويطلع في حدود تلت ساعة فقط لا غير، ما يزيدش عن كده. دي الطبقة الاولانية بعد المفروم. هنحط الطبقة الثانية. شايفين ازاي عامل زي المناديل؟ نعرف نتحكم فيه. هو لازم يبقى مبلول كده، لازم يبقى طري ومندي كده عشان ما ينشفش مننا. ونحط له الشوربه. طيب احنا بنسخن الفرن قبلها، ضروري لازم نسخن الفرن قبلها ويبقى حامي جدا على درجه 200، ويتحط في الفرن في الشبكة في الوسط، في وسط الفرن على الشبكة، بيقعد حوالي تلت ساعة بياخد وشه لوحده من غير شوية من غير أي حاجة. تمام، احنا كده هنعتبر ان احنا حطينا ثلاث طبقات، وشفنا ازاي بنرص الحاجة الرقاق بطريقة سهلة جدا من غير ما نسقسق، من غير ما نعمل بمعلقة، من غير هو تحت الرقاقة بتحطيها هنا في صينية زي ديت، وتحت الحنفية بتبليها وتسحبيها وتحطيها على الصينية الألمنيوم بتاعتك أو الصينية التفال. تمام، دلوقتي احنا عايزين نقطعها. ما ينفعش نحط الرقاق في الفرن
وبعدين نطلعه ونقطعه. احنا لازم نقطع الرقاق الاول وبعدين ندخله الفرن. ليه بقى؟ لان لما بيطلع من الفرن وهو مش متقطع بيبقى مقرمش ومحمص، تيجي تنزلي السكينه عليه تلاقي كله عمال بيتكسر. احنا دلوقتي نقدر نتحكم فيه ونقطعه وهو طري من غير ما يتكسر، من غير ما يتفتفت. ليه انا ببتدي من النص كده؟ انا ببتدي من النص اقطع علشان اعرف اطلع كل قطعه قد الثانيه. بدات من النص من هنا وقطعت، اجي من هنا برضو اخد من النص تاني، تمام اهو كده بالشكل ده، واجي من هنا برضو اخد النص. ايه اللي حصل كده؟ اللي حصل ان كل صف بقى قد التاني، دي قد دي قد دي قد دي. هنلف الصينية وناخد برضو من النص، تمام، وهنا برضو هناخد من النص زي ما انتوا شايفين كده، كل قطعة طلعت قد التانية بالظبط. تيجي تسرتسيه على طبق التقديم بتاعك على السفرة يطلع شكله جميل قوي وشكله شيك، لان كل قطعة قد التانية مش متكسرة وطالع شكلها مظبوط. هندخله زي ما قلنا على فرن 180 درجة او 200 درجة، حامي جدا في وسط الفرن على الشبكة، ويقعد تلت ساعة، وبعد تلت ساعة هنشوف شكله عامل ازاي. وده طبقنا طبق الرقاق بعد ما حطيناه في السيركيس بتاعه. ممكن ناكله مع شوربة، مع ملوخية، مع محاشي، مع اي حاجة. وبالهنا والشفا، جربوه وقولولنا رأيكم، وكل سنة وانتم طيبين.